شجرة النخيل لها أهميتها الكبيرة. تتعرض هذه الشجرة للعديد من الآفات الحشرية التي تؤثر على إنتاجها وتؤدي إلى ضعفها، مما يقلل من العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى إهمال المزارعين لها وعدم العناية بها، الذي أثر سلباً على الإنتاج العام من التمور بالسلطنة. حشرة دوباس النخيل تعتبر من أهم الآفات التي تؤثر سلباً على إنتاج النخلة، ويؤدي إهمال مكافحتها إلى الضعف العام للنخلة وتدهورها وقلة إنتاجها، لذا وجب مكافحة هذه الحشرة. من الأفكار التي تسهم في مكافحة دوباس النخيل فكرة خرجت من طالبات ما زلن في الصف الحادي عشر، ليطرحن فكرة مبيد عضوي لا يضر النخلة ولا يقل كفاءة عن المبيدات الكيميائية الموجودة في السوق ومستخرج من البيئة العمانية. نأمل أن يصل هذا المبيد إلى جميع المزارع ليقل استخدام المبيدات الكيميائية الضارة. أنا الطالبة فلسطينية يعقوب السعودي العزرية، باحثة أولى في مشروع مكافحة حشرة دوباس النخيل بمبيدات طبيعية آمنة تحت إشراف أستاذة سميرة السليمي بمدرسة أم الخير. جاءت انطلاقة مشروعتنا بعد النظر إلى الأضرار التي خلفتها حشرة دوباس النخيل، والتي كانت ولا زالت المشكلة الكبرى لدى المزارعين. حشرة دوباس النخيل تخلف الكثير من الأضرار، منها الندوة العسلية التي تقوم بإفرازها حوريات الحشرة، والتي تتجمع عليها الفطريات والبكتيريا. لذلك كان من واجبنا نحن العمانيين النخلة التي هي جزء من ثقافتنا بأن نقوم بمكافحة هذه الآفة بمستخلصات طبيعية دون الضرر بالبيئة. لذلك قمنا بوضع فرضيات، وهي بأن مستخلصات طبيعية بإمكانها القضاء على هذه الآفة دون أن تسبب أضرار سلبية للبيئة. قمنا بوضع عدة نباتات كنا نعتقد بأنها سوف تكون لها نتيجة إيجابية للقضاء على هذه الآفة. قمنا بوضع ثلاث نباتات أولية وقررنا بتجربتها. الثلاث نباتات الأولى التي قررنا استخدامها قمنا في البداية بتجفيفها وطحنها وبعدها تبخيرها بالميثانول، وبعد تبخير الميثانول أصبح لدينا المنتج أو ما نسميه بالمستخلص. هنا هي الطريقة العلمية لاستخدام هذا المنتج. هناك عدة طرق، قمنا باستخدام طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة السقي، لأن الحشرة ثاقبة ماصة قمنا بسقي السقي النخلة بالمستخلص. طبعا بعد تخفيفه بعدة تراكيز قمنا بوضع المستخلص سقي النبتة بالمستخلص، وكانت النتائج جدا فعالة. طريقة تجربتنا لعملية السقي قمنا بتجربتها بطريقة مخبرية، وأيضا قمنا بتجربتها على الميدان، ولكن أثبتت النتيجة المخبرية نتائج جدا فعالة، وقمنا بعرض هذه النتائج في مهرجان عمان للعلوم تحت مسابقة التنمية المعرفية، وحصل فريقنا على المركز الثاني على مستوى السلطنة في قسم العلوم والبيئة. كانت هذه المرحلة الأولى للتجربة. أما بالنسبة للمرحلة الثانية قمنا بإعدادها في مركز البحوث الزراعي، مركز البحوث ببركة تحت إشراف أيضا مختصين. قمنا أيضا باستخلاص المستخلص عن طريق الميثانول، وبعدها قمنا بتجربة المستخلص. الجديد في هذه التجربة بأن قمنا بتجربتها على فسائل، وليس بطريقة مخبرية بسيطة، وإنما على فسائل، وإلى الآن نقوم بتسجيل الملاحظات وتدوينها لنقوم بعرضها في مرحلة على مستوى دول الخليج في مسابقة ابتكار الكويت. كان من ملفت للانتباه بأن عندما قمنا بتجربة المستخلص بطريقة أخرى غير طريقة السقي، وإنما بطريقة الرش أو الملامسة، قمنا بوضع المستخلص على الحشرات بطريقة مباشرة، وكانت النتيجة جدا ممتازة بأن المبيد كانت نتيجة المبيد جدا فعالة بالنسبة للجهاز العصبي للحشرة، بحيث أن لاحظنا يوجد وهن في حركة الحشرة، وهذه نتيجة جدا ممتازة لمبيدنا.
قمنا باستخدام 5 نباتات طبيعية متوافرة في البيئة العمانية بصورة جدا كبيرة، لا تحتاج إلى ماء، طريقة زراعتها جدا سهلة وبإمكان أي مزارع زراعتها في مزرعته، وأيضا طريقة تصنيع المبيد أيضا كانت سهلة، لذلك مبيدنا غير مكلف ماديا وهذه أهم ميزة للمبيد. أما الميزة الأخرى أيضا أن المبيد خالي من المواد الكيميائية بشكل بنسبة تقريبا 100%. قمنا بتذويب المستخلص عن طريق الميثانول، ولكن في الجانب المقابل قمنا بتبخير الميثانول. التجربة التي سوف نقوم بها حاليا خلال الفترة المقبلة ستكون بدون استخدام مذيب عضوي اللي هو الميثانول، لما سنقوم بتذويب عن طريق الماء، بحيث أننا نحن نضمن بأن النتيجة المبيد يكون آمن بصورة أكبر. وأيضا مبيدنا خالي من المواد الكيميائية بنسبة 100%، كما أنه بمتناول أيدي المزارعين، بإمكان الجميع استخدام المبيد بدون أي خطورة أو يسبب أضرار. أيضا مبيدنا ليس له نتائج سلبية للحشرات الأخرى المتواجدة في البيئة، كما أن مبيدنا فعال بالنسبة توازي المبيد الكيماوي التي تستخدمه الوزارة حاليا، وذلك من خلال تجربتنا مبيد الوزارة وأيضا مبيدنا، وكانت النتيجة أيضا ممتازة. أنا الطالبة أفنان يعقوب حمد الرواح من مدرسة أم الخير للتعليم الأساسي من محافظة الداخلية. أنا باحثة في مشروع مكافحة دوباس النخيل بمبيدات طبيعية آمنة، والصعوبات التي واجهناها هي بعد المسافة بين المختبرات وكذا والمدرسة، وأيضا الظروف الجوية التي مرينا بها وكذلك الضغوطات الدراسية. احنا على المركز الثاني على مستوى السلطنة، وكذلك شاركنا في مهرجان عمان للعلوم، وكانت آراء الناس مبهرة جدا ولديهم إيجابيات كثيرة حول المشروع. نطمح إلى أن يصل مستخلصنا إلى مرحلة التصنيع الفعلي، وأن تقوم الجهات المعنية بتسويقه محليا ودوليا. نخص بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم وساند مشروعنا من مهندسين ودكاترة وأولياء أمور وإدارة مدرسة.